مراسل الغد. إذا سلام، تفاصيل هذه الوقفة الاحتجاجية. نعم شروق، عمليا هذه الوقفة الاحتجاجية تنظمها حركة المقاومة الإيرانية، دعت إليها منذ أيام وهي مصرح لها لمدة ساعة، تأتي بالتزامن مع اجتماع وزراء الخارجية في مقر المفوضية الأوروبية. يطالبون الوزراء المجتمعون عمليا بأن يفرضوا عقوبات على إيران، كون هذا النظام على حد قولهم هو نظام إرهابي كما يقول حاليا الشخص الذي يتحدث خلفي. السبب الأساسي لهذه الوقفة عمليا هو الحكم الذي صدر في الرابع من فبراير بداية هذا الشهر، في هذا الشهر الشهر الجاري، على أسد الله أسدي، وهو دبلوماسي إيراني اكتشف أنه يدير خلية إرهابية تهدف إلى القيام بعملية تفجيرية عام 2018 في مؤتمر للحركة في باريس. ضبط هو وثلاثة أشخاص آخرين وحكم عليهم في الرابع من فبراير بأحكام متدرجة ما بين 17 عاما وتصل إلى أسد الله أسدي وهو الرأس المخطط لهذه العملية بالحكم 20 عاما. كما يقولون فإن كما قيل من قبل خلال الكلمة، كان هناك من تحدث بالإنجليزية والفرنسية أيضا والآن يتحدثون بالفارسية. قالوا تحديدا أن هذه العملية كشفت أن النظام الإيراني يستغل بعثاته الدبلوماسية لتكون مقراً لعمليات إرهابية، للتخطيط لعمليات إرهابية، وأن هذا النظام يجب أن يخضع لعقوبات أوروبية وأمريكية للضغط عليه. أيضا تحدث خلال هذه الكلمة عضوان سابقان في الاتحاد الأوروبي، هما كازاكا ودوباتول، عمليا هذان الشخصان أيضا وهما نائبان سابقان في البرلمان الأوروبي أكدا أن النظام الإيراني نظام إرهابي ويجب أن يتم اتخاذ عقوبات وإجراءات مضادة له، لا أن يتم سلام. هل لهذا الاجتماع، اجتماع وزراء الخارجية بالاتحاد الأوروبي، صلاحيات للنظر في هذه المطالب؟ عمليا الاتحاد الأوروبي الجلسة اليوم هي جلسة مناقشات، وأي قرار سيتم اتخاذه في جلسة قمة الاتحاد الأوروبي التي ستعقد في مارس. ولكن علينا في مراجعة سريعة للأحداث، الاتحاد الأوروبي يلعب دور الوسيط ما بين إيران والولايات المتحدة باعتباره أن الاتفاق النووي هو الوسيلة الوحيدة لعدم تمكين إيران من امتلاكها سلاح نووي. بالأمس كان خلال اليومين المتتاليين زار مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية وعاد باتفاق مؤقت لمدة 3 أشهر مع إيران، بمعنى أن المساعي الأوروبية هي مساعي دبلوماسية خالصة لا تسعى للضغط أو لفرض عقوبات زائدة، هي تريد أن تحلحل هذه المشكلة سواء بين الولايات المتحدة أو بين إيران، بمعنى أنها تريد أن تجد حلا وسطا للعودة أمريكا الولايات المتحدة إلى الاتفاق، وأيضا لإعادة إيران والضغط عليها للوفاء بالتزاماتها تجاه هذا الاتفاق. نعم سلام كيالي مراسل الغد من بروكسل، شكرا جزيلا لك، وسنتابع خلال اللقاءات القادمة ماذا سيحدث.